الراديو 90-90 هواها مصر. على شرف المعلم في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. خلينا بقى نروح على طول للورشة، وشرفنا ونور الدنيا كلها كعادته كده لما يجي عشات كده تيجي والورد يفتح والحاجات الحلوه. دكتور هاشم بحري منور يا باشا. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا معلمين كلكم؟ سلموا عليك. وبيقولوا لك وحشنا، وعايز اقول لهم ان التاخير من عندي. ايوه هو السبب، هو السبب. يعني والنبي بحاول اظبط البرنامج من وقت ما بقى ساعتين، يعني بحارب نفسي يعني بتطبع لسه او بتشقلب، مش بطبع بتشقلب. طيب حضرتك مجهز موضوع حلو قوي. فندوس على طول. هو انا يعني عاده بسرق المواضيع منك. الله يكرمك، ربنا يخليك يرفع معنوياتي. فلقيتك بقى بتتكلم على الشكل الجديد. فانا متصور انه جزء كبير جدا من الطاقه الايجابيه اللي ممكن الواحد ياخدها في حياته انه يعمل حاجه جديده. يعمل حاجه جديده في حياته، انه يفكر ايه اللي ممكن يضيفه جديد ما كانش بيعمله قبل كده. تمام. واللي يجي على بالك تعالى نفكر فيه مع بعض. يعني عايز تعمل رياضة جديدة، ثقافة جديدة، خروجة جديدة، رحلة، شلة، دراسة، اللي ممكن الواحد يشتغله بطريقة جديدة، يعمل لنفسه وظيفة، يعمل لنفسه شغل إضافي، أي حاجة ممكن. التجديد في حياتنا هو اللي بيدي الواحد الخطوة لقدام، وهو لولا التجديد كان زمان لسه الناس اللي قاعده في الكهف من ساعتها لغايه دلوقتي قاعدين. ما حدش كان طلع من الكهف ولا الخيمه اللي كان الناس عايشين فيها الاول. على طول محمد كتب لك، طب لو الواحد بقى زهقان من عيشته ومن مراته. أيوة. وعايز يجدد. أيوة. وهي قاعده جنبي في العربيه. طيب. أيوة. لا، اولا انت جريء قوي ان انت بعت الرساله مبدئيا. ايوه اديله بقى، اديله. أيوة. اديله يا دكتور هاشم، ما تسكتش. هو عايز زهقان وبيقول لك عايز اجدد وهو متجوز. اول حاجه ما ترحموش. اول حاجه انت لقطتها دلوقتي ان هو عمل حاجه جديده، انه اتكلم بجرأة قدام مراته. هو انا مش مصدقه الحقيقه ان هو اتكلم. هو اكيد يعني قال هنزل اشتري حاجه. بس احنا هنقول رقم تليفونك على الهواء ونظبطك دلوقتي. يعني انا رايي انه جزء يعني حلو قوي ان الواحد يكون اللي في قلبه على لسانه. ما ده جزء من التجديد. اي نعم، بس ما وديش نفسه داهيه زي ما هو بيعمل دلوقتي في نفسه. لكن يتجوز من غير ما يقول لها كتين. ده وارد، اللي هو العتبه الجديده. والله مش جواز، مش حلال. حلال. عتبه جديده ومصيبه جديده. لكن الفكره كلها ايه بقى؟ انك جزء من التجديد انك انت تبقى عندك جرأة انك تواجه. وده شيء ممكن الواحد يكون بيستخبى، لكن ممكن يعمل حاجه جديده. طيب، في منا بتقول في حال الرياضة ممكن تكون تجديد لحياة مملة وسخيفة، لأنه كل ما أقول للناس أن أنا زهقانة يقولوا لي الرياضة والجيم والحاجات دي بتفرق في حياة البني آدم. هو في حاجة علمية أنه في عندنا النشاطات الممتعة بتنزل مادة في المخ اسمها مادة الإندورفين أو أفيون المخ الداخلي، ودي مادة السعادة. فالرياضة المنتظمة اللي هي ممكن تبقى مثلا نص ساعة في اليوم ماشي أو جري أو أي حاجة، فعلا بتدي سعادة وطاقة إيجابية للواحد. فلو أنت جربي بس خطوة خطوة، يعني إن شاء الله يا رب تمشي أول يوم 5 دقايق، تاني يوم 10 دقايق، ولغاية ما توصلي للمشوار كده اللي أنت تحس فيه بالسعادة. بيضحكوا عليا لما بقول عايز أعمل حاجة جديدة وأتعلم اللغة الهندية. يا عم يا عم، دي مجهولة المعلمين. بس والله لذيذة، ان يبقى عندك تطلع اللغة. اختارت حاجة بالظبط، مش مطروقة. فانا رأيي انها فعلا ده تجديد. يعني طب تواجه بقى السخافات والترياق بايه؟ ولا حاجة. هو دايما ده المعتاد. ان الناس بتحب تمشي في القطيع، يعني كله يقلد بعضه وخلاص. اللي يخرج بره يعني هننصفه. بالظبط. فهي اللي انت بتعمليه. بس هي الفكرة انه هتثبت له ازاي الشطاره بتاعتك، انك هتستعملي اللي انت بتتعلميه. يعني ما تروحيش تتعلمي هندي وتقعدي في الحمام تغني اغاني هندي. يعني ما تبقاش الحدوته كده. هي الفكره كلها انك هتستعمليه مع مثلا مجال السياحه، مجال الترجمه، مجال انك تشتغل. مش مجرد تتعلمه وخلاص وبس. لا، يعني لازم علم ان ينتفع به. يعني
طب عندك نغم مثلا بتقول لك فكرتها في التجديد ايه؟ بتقول لك لما ببقى زهقانه برخم على الناس. ايوه شوف التجديد بتاعها ايه رايك؟ ده تجديد سيء جدا يعني. ايه الحمد لله الحمد لله جات لك من دكتور هاشم شخصيا يعني ايه لزوم الرخامه؟ هي الدنيا مش ناقصه على فكره. يعني مره قريت برضو في الفيسبوك يعني من فضلك اذا كنت قرفان ما تقرفناش. او كأبان ما تكب الناس وما تكب الناس. الحزن اللي بيخيم تلاقي فيه عارف السوشيال ميديا من بعد 12 بالليل بقى. أيوة أيوة. السواد الاعظم كله بقى من الحزن بقى. أيوة. فما فيش انا الساعه 12 بالليل بنزل حاجات البرنامج مش دعوه بالناس دي. لا انا رايي يعني اذا كنت متضايقه دوري على حاجه تبقي سعيده فيها يعني. دوري على حاجه. ميادة بتقول نفس الموضوع بس بشكل مختلف. بتقول بحب التغيير جدا وعندي هدف بس الناس بتحبطني. ده المعتاد يا جماعة. ما تزهقوش من ان الناس مش متعودة على التغيير. الناس دايما بتحب انه كل حاجة تبقى متستفة. ودي على فكرة نقطة حتى من ايام الانبياء يعني. ما فيش نبي نزل الا وقالوا له الاجدادنا السابقون بيعملوا كذا. يا سيدي في ناس يعني في فكر جديد ورؤية جديدة وبصوا على ربنا بشكل جديد. يقول لك أجدادنا الأولون. فده المعتاد إن الناس عندها تقاليد وتابوز كده في مخها. فمن فضلكم اكسروا التابو ده. طيب هنروح فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا. رجعنا تاني على الشرف المعلم وعلى الشرف المعلمين. النهارده دكتور هاشم بحري ورساله جات لك على طول من سمر بتقول قاعدين جنبي وبيسمعوا وبقول بجرأه هو يا دكتور هاشم هم سبب الاحباط وفكره رفض كل ما هو جديد او خروج بره الصندوق. بابا وماما وخلي بالك وانت بتوجه رساله عشان هم هيشتموا. هي بص خايف عليك يعني. لا يشتمونا احنا. هم يشتمونا انا اني واحنا مالنا واحنا ولادهم. يعني احنا قاعدين في الاستوديو وطي صوت الراديو لحد ما نخلص وبعد كده. لا هو يعني ده المتوقع انه اي اب وام خايفين على ولادهم احسن لو طلعوا بره الخط يحصل لهم حاجه حد يخطفهم يقعوا في حفره ما يطلعوش منها. يعني ده مشاعر اكيده للاب والام. ايه اللي بيخلي الواحد يقبل ان ابنه يعمل حاجه جديده؟ هو اولا انه بوجه عام بيلاقيه في حياته كلها كويسه. يعني ما هوش مطيور طول الوقت وبعد كده يجي مره واحده يقول ايه لا ادوني مساحه اتجنن اكتر. طب ما انت الجنان اللي عملته قبل كده او الخروج بره المألوف اللي عملته قبل كده كان بيخسرك ومش عايز تتعلم. فايه رايك انك انت يعني تلم الدور شويه. اديهم بس كده حته يعني زغزغه انه انا بعرف انجح في حاجه بحيث ان هم يقدروا يبلعوا التغيير بتاعك. لكن كله فشل وكله معنده وما بتتعلمش من اخطائك وتيجي تقول لهم عايز اتجنن اكتر هيخافوا عليك ويبتدوا يقيدوك. فيعني اعمل توازن. هل القلق خوف الاب والام كتره يخليهم يرفضوا ان ابنهم يجدد؟ خليك يا ابني زي ما الكتاب بيقول كده يعني وخليك جنب الحيط. طبعا طبعا. لما هم بيلاقوا ان ابنهم يعني بص احمد هو احنا عندنا في حاجه اسمها تفكير برضو علمي ومنطقي. يعني انا قبل ما اعمل مغامره برضو ببقى عامل لها سقف. حتى في البورصه يقول لك ايه انت عايز تعمل تشتري اسهم ليك هامش ربح قد ايه وهامش خساره قد ايه. ما هوش انك بترمي فلوسك وخلاص. حتى وانت بتخاطر وبتعمل تجديد ليك سقف مخاطره لكن ما تضيعش نفسك. فلو انا عايز اجدد هجدد بس برضه يبقى ليا حدود ان انا عايز اجدد للحجم ده للمقاس ده. انا مثلا عايز ادخل تجاره. انا راجل موظف وعايز اعمل تجاره مش هنزل كل ما املك في صفقه واحده ممكن تكسب وتخسر وضيع من اول وجديد. فيبقى عندي حتى التجديد محسوب شويه. نوسه بتقول جربت اقرا وبعد يومين زهقت وما بقاش عندي صبر على اي حاجه. يعني هي كان نفسها يعني التجديد يكون في القرايه. اجرب حاجه ثانيه ما ينفعش. مش هيجرى حاجه يعني. حتى واحنا ولادنا بنعلمهم الرياضه بخليه يروح مثلا يلعب باسكت ما ينفعش. عايز يلعب تنس روح. عايز يلعب كره قدم جرب لغايه لما بيروح شابط في حاجه يحس ان هو لقى نفسه فيها. فما تيأسيش ما نفعتيش في القرايه. ممكن تقري عن طريق لو انت غاوي يعني انك تدخلي في المجال ده اقري عن طريق النت عن طريق انك تحضري ندوات. ناس بتعرض كتاب ليها المعرض الكتاب اللي فات كانت واحمد شارك في المعرض كان في ناس كتيره جدا بتعرض الكتب بتاعتها من غير ما اقرا.
فممكن بالزبط. اعمل اي حاجات كتيره يعني. عندك امي بتقول من باب التجديد ولما تبقى زهقانه بتضرب يعني اي حد قدامها تلطشه. يا سلام. يعني لا يعني كنت مستني مثلا الاقي مخيمر مش امي وامي ازاي يعني امي ازاي يا امي يعني قال لك بضرب واتخانق واخرج طقسي هو انا كده مجنونه؟ لا 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 لا, لا ست العقلين طب ما تدخلي رياضه يعني روحي العبي جودو العبي كاراتيه العبي كيك بوكسنج يعني ممكن تطلع الحكايه دي هي بطريقه رياضيه ظريفه بدل ما تاذي الناس حواليك يعني. والله ما لهمش ذنب الحقيقه. عندك ندى بتقول لما كنت بحاول اتغير للاحسن وبطل شتايم حتى كلمه يا حيوان ما اقولهاش صحابي فضلوا يتريقوا والست الشيخه جت والشت الست الشيخه الشت البتاع راح هي راحت ورجعت جت يعني يا ماما خلاص يعني لما حاولت فعديها بقى. طيب تعمل ايه بقى عشان ما يقولوهاش الجمله؟ هو طبعا ما نصحش انها ترجع تاني لقله الادب يعني مش دي الشطاره ان الواحد يبقى يخسر اخلاقه علشان يبسط حد. لكن الفكره كلها انه طب ايه اللي ممكن الشله دي علشان ما يخسروا كيش ايه اللي ممكن تعمليه لذيذ بحيث ان هم يفضلوا برضه متمسكين بيكي رغم طبعك الجديد؟ دوري على حاجه تانية. دوري على حاجه تعرف تشدي. هذا السؤال يعني هو هل الشله عشان هي بطلت تشتم بقوا بيقولوا عليها شيخه؟ ما هم يعني بقى... يعني مش عارف احس الموضوع فيه مبالغه شويه. هو الفكره كلها ان ساعات كتيره جدا الناس تحس لما تلاقي حد غريب في النص. ما هو نفس الموضوع ان هم عايزينها برضه في القطيع ان هو بما ان لغه الشله دي لغه الشتيمه يبقى كل يشتم. فهي لما تبطل وتقول انا مش عايز اعمل اللعبه دي هي يبتدوا هم كمان يضغطوا عليها زيها زي الاهل بالظبط. ما هو من الحاجات الطريفه جدا يا احمد ان احنا في الرساله اللي قبل دي بابا وماما بيضغطوا عليا ودلوقتي اصحابي بيضغطوا عليا. الناس ما بترضاش بالتغيير خالص. احنا بنتلكك ولا هو فكره رفض التغيير من المجتمع كله؟ من كل حاجه واحنا جزء من المجتمع يعني حتى الشباب اللي بيعترض على بابا وماما اللي بيضغطوا علينا هم كمان بيضغطوا على بعض. ده نادينا على طول انا عايزه على طول التغيير حتى سبت التدريس الانجليش واشتغلت محاسبه ومبسوطه ودلوقتي بفكر اشتغل مع يونس واديني بعرض عليه اشتغل معاه. ده نادينا كانت بتدرس انجليش مثلا من اسبوع وطلعت عملت لنا محاضره على الهوا كده بقول انجليش ذا تايم حاجه كده عنب. ايوه دلوقتي بتقول لك انا محاسبه وبتفكر تغير. هو ده بقى ده تجديد منطقي بقى كتر التنطيط ده ولا ده يعتبر مش صح؟ هو لو كان ليها هدف هي بتدور يعني على نفسها. ما فيش مشكله ما دام عندها هدف انها بتدور. بس هو الغريبه قوي انه يعني لو انا مسكتها بس ناحيه علميه شويه الناس الناحيه اليمين اللي هي ادبي بتاعه اللغات والناحيه المحاسبه دي الناحيه الشمال بتاعه المخ. فدي فاصل يعني ده نص مخ وده نص مخ تاني خالص. ده علمي وده ادبي. صعب قوي التنطيطه اللي هي عاملاها دي هي. ف يا ترى انت بتقفزي القفزات دي عن دراسه وعندك خطه ولا بتلطشي واي كلام؟ حسناء بتطمنكم يا معلمين انها عملت العمليه وتقول انا بسمعكم من المستشفى انا وماما واحلام الممرضه. الف حمد لله على سلامتك يا حسناء وتؤمننا وترجع لنا مليون سلامه. في ام بعت لحضرتك رساله بتقول صباح الخير يا يونس. سؤالي للدكتور بعيد شويه عن موضوع التجديد. بنتي في ثانويه عامه مؤخرا بقت بتمر بحاله رفض لضغوط الامتحانات ومش بترضى تروح ووصلنا لمرحله انها مش بتكمل مع المدرسين اللي شغاله معاهم من اول السنه. هي عندها مشكله بالفعل انها ممكن تنسحب عند اي ضغط وحصل انها ما راحتش امتحان مهم جدا تعبت عليه سنتين وضيعت فرصه مهمه. خايفة تضيع تعبها وتعبنا شهور وترفض كمان تدخل امتحانات الثانوية ودايما متشائمة وبتدعي على نفسها بالموت علشان ما تخضش او ما تخضعش لأي ضغوط وتقول انا ما اخترتش اصلا اجي الدنيا بس ممكن اختار ان انا موت نفسي ورافض اي دعم نفسي. الله يخرب بيت الثانوية العامة يا بجد الله العظيم انا مش عارف اخرتها ايه. هو الضغوط المستمرة بتخلي الانسان بيعمل في خطوات علمية. انا لو الضغط عليا بطلع كده من الخزين بتاعي وسيله للرد على الضغط ده والتعامل معاه. الضغط زاد وما بيتحلش ببتدي اهيس شويه. الضغط بقى فظيع وما فيش اي نوع من انواع التنفيس الا هيحصل حاجه بسيطه قوي ان انا عايز اخلص من الدنيا دي كلها. فاحنا لما بنتعرض لضغوط بنعمل خطه ازاي اعمل يعني خطوات ان انا انفس عن الضغط ده
لكن مش فكره انه اللي بيسمعه ايه. انت مضغوط في مذاكره يا عم، شد على نفسك كمان شهرين وهتخلص بعد كده. هم غصب عنهم يا دكتور، ما هو ماشي، هم كده كده اصلا شادين ومضغوطين بالزبط. ومنهارين. الحل مش ان انا ازود الضغط عشان هخلص. الحل ان انا لازم اعمل خطه للراحه، يعني لازم يبقى في تنفيس وتهويه للطلبه، والا بيفتصوا مننا. طب رساله بقى للام اللي بعتت لاي ولي امر ولاده في مرحله هامه من التعليم وحاله الانهيار والاكتئاب والانسحاب والحاجات دي، الاب والام يعملوا ايه؟ بالاضافه للمذاكره اللي هم عارفينها اهم حاجه ان لازم يبقى فيه في اليوم كل يوم فتره راحه وترفيه للاطفال او الشباب ولكل اللي بيذاكر. اي حد بيذاكر لازم له ساعه دلع، لازم يتدلع، ينزل يجري، ينزل يتمشى، ينزل يقعد مع أصحابه، يعني لازم ياخد ساعة يعمل حاجة فيها مفيدة ومريحة عشان يعرف يكمل. مش اوعوا يا جماعة فكرة انه بما انك مضغوط زود الضغط. دي مصيبة. تعالى على نفسك خلاص قربنا. لا مش هينفع، لانه هيقع منين في السكة. لازم كل يوم يتهوى. طيب انا كان حد اعرفه وعنده حد في برضو بس ثانوي ازهري، فبيقول لي ابني ومنهار ومش عارف ايه، فقلت له خد يومين وسافروا. فقال لي يعني ايه اخد يومين واسافر؟ انت متخيل كميه الدروس اللي هتضيع؟ فهو برضو اولياء الامور الله يكون في عونهم، هو مش عارفين يفلفصوا زي ما بيقولوا. الدروس 24 ساعه دروس، ولو بياخد يوم اجازه بياخد يوم عشان يراجع عشان عنده امتحان تاني يوم. لا لا لا، فحلها ايه؟ حلها انه لازم يتهوى. انا فاكر والله يا احمد، انا يوم الثانويه العامه بتاع امتحان العربي وصلت لمرحله ان انا مخي هيطرشق من كتر المذاكره وابتديت اتوتر. اول حاجه عملتها لما خلصت المذاكره بتاعتي قلت لا انا اكتر من كده، اقول لك راجع راجع شويه كمان، رحت نازل رايح السينما. والله انت برنس، دماغ عظيم، انت برنس والله. جاوبتنا كويس ونجحنا وعدينا، بس هوينا مخنا شويه، خلينا نستريح. لكن العافيه والقسوه دي على المخ بتفوت الوقت. انا ليله امتحان مش فاكر كان تقريبا فلسفه او حاجه، كان في كان عارف فترة الكاسة مشرطين ده. أيوة عملت عمل مشرطات كوكتيلات لأصحابي والناس كلها بتذاكر، وأنا قاعد أقول لهم اللي اكتبوا لي لستة الأهالي أظبطكم، أعمل له يا ابني أنت مجنون؟ أقول لهم أنا هعمل، أنا طلبت معايا أقعد أسجل مزيكا دلوقتي وأشتغل مذيع من يومك. أو النعمة والنعمة. رجعنا تاني في كلام معلمين على الراديو 90 90، وبفكركم كلمة سر الورشة، تعمل شير ولايك للبوست بتاعنا على صفحة الفيسبوك الراديو 90 90، وتكتب الورشة وتكتب اسمك وبتدرس ايه او مؤهلك ايه او مخلص او في سنة كام على الفيسبوك فقط. ادخل حالا والحق عشان هنختار الدفعة التانية خلال دقائق. فضلوا اهلي، بص يا دكتور، فضلوا اهلي ضغطين عليا واقول لهم يا جماعة انا مش عاوزة ادخل كلية تربية، مصرين عشان ابقى زيهم كلهم وكانها كليه طب يا دكتور. أيوة. ودخلت كليه تربيه وفشلت بالثلاثه، ودلوقتي انا بعيد في سنه تانية للسنه للمره الثانيه. لو كانوا سابوني ان انا اخرج بره النمطيه والصندوق واجدد كان زماني دخلت الكليه اللي انا نفسي فيها. هي مش كاتبه كان نفسها في ايه، ولكن هي بتحكي يعني قصة يعني مأساة. مأساة بجد ان الواحد يضغط على اولاده ان هم يعمل اللي هو في دماغه، وكأنه هو ده الأهم حاجة. يعني تقاليد عامية ملهاش أي معنى في الدنيا. وأنا رأيي بس أنه ما تخليش العمر يضيع منك أو منك، بحيث أنه بالإضافة للمحاولات بتاعتكم في أن احنا نخلص كلية التربية، اعملي حاجة بقى جنبها أو اعمل حاجة جنبها تخليك تستمتع بالدنيا. يعني مدام يعني لبست المصيبة دي ما تلبسهاش وتتنكد في عيشتك، يعني حاول تعمل حاجة مفيدة جنبها بحيث ان العمر ما يروحش منك. نرمين يا سامي، كل سنة وانت طيبة وعيد ميلاد سعيد. ولو حد عيد ميلاده النهاردة برضو قول لنا واحنا نقول لكم عيد ميلاد سعيد. عاوزة اجدد في حياتي، انا ام وحياتي كلها عبارة عن تربية اولادي والاهتمام بزوجي، وموضوع الحلقة عجبني، ولكن ايه اللي ممكن انا اعمله ان انا يكون تجديد في حياتي؟ وما تقوليش يا دكتور هاشم روحي نوادي ولا روحي خلفي مش عارف انا مش عارف اقرا الكلمه، هي حاجه زي النوادي بس كلمه اولها ظه ايه مش عارف، هبقى اوريه لك الرساله في ايه نوادي زربيه مش عارف يعني. تقول لك لان ده مش متاح في حياتنا يعني. أيوة. في المجتمع اللي هي عايشه فيه يعني
انا ما اعرفش انصحك بحاجه يعني. هو ما كل واحد فعلا زي ما المجتمع بتاعه اللي حواليه والنشاطات اللي حواليه من اول انه يتمشى يقرا اي حاجه زي هو عايز يعملها. ولكن في ناس بتعمل مهن في البيت. أيوة. بتعمل حاجات وتنزل صورها على الانترنت وتتاجر وتبيع بالظبط. يعني اي حاجه تعمليها تغير، حتى ولو هتتعلمي انك تتعلمي لغه عن طريق الكمبيوتر، اتعلمي انك تكتبي التايبنج اللي هو على الكيبورد بتاع الكمبيوتر، وتتعلمي بعد كده تكتبي رسائل، تكتبي مقالات للناس. جربي تعملي حاجه الناس عايزاها. ان شاء الله رب تطبخي في البيت وتوزعي الطبيق بتاعك. يعني الواحد لو فكر والله فكره رائعه. فكره موضوع فكر الاكل البيتي ده وليها زبونها يعني. فكري في حاجه مش لازم تبقى برضو نمطيه، يعني مش لازم تبقى فقط رياضه وفقط ثقافه وفقط النادي. في حاجات كتيره جدا من ضمنها انك تخلفي. انا رايي ان الخلفه الجديده دي عيل جديد يمكن يعمل لك حاجه ممتعه في حياتك، ويمكن ما تسكت لا يكون عندها عيال كتير يسكت الله اعلم ممكن يعمل لها في حياتها. في حد بيقول دكتور هاشم يونس مع بعض من احلى الحلقات، فوق راسنا ربنا يخليك، ده شرف لينا. انا كولد اهو ايه اللي يضايق ان انا رحت البيت امبارح الساعه 8:30 بالليل، مع العلم ان انا كل ما اخرج نفس الحركه دي بتحصل. هو ايه اللي حصل بقى؟ انا مش فاهم. ان هو المفروض يروح 8 او ربع يعني. هو قفش ان انت رحت 8:30 بالليل؟ لا انت اسره محافظه قوي يعني. ما عندناش رجاله يدخلوا بعد 8:15. لا والله العظيم انا كنت في فتره ما موضوع 9 بالليل ده كان خناقه والله. لا والله العظيم يعني لما حد يقول لي اقول له ما شفتوش حاجه. كنت بتهزق لما 9:30 دي ممكن يعني مش مهم بقى. وكان بيحصل تحرج مين؟ الله يرحمه والدي بقى. رسالة أخيرة فيما يخص موضوع النهاردة لكل الناس اللي محتاجة فعلا أنها تجدد حياتها شوية. ما هو الواحد علشان يجدد لازم يدور فعلا على حاجة جديدة. يعني أنا أعرف دكتورة أسنان وهي ناجحة في مجالها، ولكن حست أنها بتعمل حاجة روتينية، فابتدت تدور إيه اللي هي بتعرف تعمله حلو قوي. لقيت أنها بتعمل كب كيك حلو قوي، فابتدت تنتجه وتوزعه. وابتدى الناس تجي لها زباين كتير. اختها صيدلانيه وعملت حاجه جذابه جدا بالاضافه للمهنه بتاعتها. عملت بقى بتطبع تيشرتات وحاجات كده لمناسبات، بقى عليها طلبات كتيره جدا وما شاء الله عليها بقت ناجحه. فالتجديد مش شرط يكون حاجه نمطيه. فكروا انتوا بتحبوا ايه؟ ايه الهوايه بتاعتك؟ وطورها، فيمكن دي تفتح لك سكه جديده. دكتور هاشم نورتنا ونورت الدنيا كلها كالعاده. سير. هتختم بايه؟ انا اختم باول حاجه بس اقول لكم انه انا بستقبل المعلمين يوم الاحد في مستشفى الحسين الجامعي الساعه 9:30 الصبح مجانا. بتشرفونا وباذن الله انا والفريق العمل اللي هناك بنحاول نقدم يد المساعده لكل المعلمين اللي بيجوا لنا. مستشفى الحسين الجامعي يوم الاحد الساعه 9:30 الصبحيه، قسم الطب النفسي، وهي خدمه مجانيه. واخيرا بقى عايز اسمعكم مروان خوري وكارل سماحه في يا رب. يلا بينا. خليكم معانا يا معلمين ودقائق نروح للعفاريت.